طب قول الو لو غلطت هتاخد مخالفه. الو يا عمور دود. شفت بقى كده براءه. يا كابتن ضيا منورنا، تحياتي ليكو وتحياتي للكابتن عمر كمال عبد الواحد. ازيك يا اسامه، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه يا كابتن؟ وحشنا كتير. انت جايب شخصيه عزيزه على قلبي جدا جدا. طبعا انا اتعاملت مع لعيبه كتير واجيال وفي ناس مرتبط بيها جدا، لكن عمر كانت فترته مش عايز اقول قصيره، لكن كانت فتره اولا الجميل فيها ان فتره اكتشاف. ايوه اكتشاف لعيب موهوب ثم يكتمل بالاخلاق الكبيره الجميله الحلوه. يعني انا بحسد كمال على تربيته، بحسده يعني على التربيه الجميله دي. فعمر من الناس اللي انا بضمها في الكشف الكبير الطويل زيك كده، انت من ضمن الناس يعني ربنا يا كابتن ضيا، من اللعيبه اللي بعتز ان انا مرضتهم حبيبي يا كابتن، وكانوا لعيبه كوره كويسه جدا وفي نفس الوقت اخلاقهم عاليه حبيبي يا كابتن ضيا. طول عمركم مثال، وعمر يعني تحديدا مثال ان اي ناشئ ياخده من اللعيبه دي ويتعلم منها يعني. فعمر انا سعيد انه معاك وسعيد بتألقه مع النادي الاهلي تحديدا، وسعيد بانه كان عنده تحدي في كل حته بيروحها. عمر مجتهد جدا، راح المصري اجتهد، راح فيوتشر اجتهد، كل الانديه اللي كان بيروح فيها بيجتهد، وبتلاقيه دايما نجم سواء في الجناح سواء في الباك رايت سواء في الباك ليفت، لان هو مجتهد ومركز في شغله وبيستفيد دايما من كل المدربين اللي بيتمرن معاهم. في فترة الاكتشافات بقى كابتن ضيا، الفترة المهمة جدا مع مستر كيروش والجهاز بتاعكم اللي اكتشف لنا لعيبة مهمة للكرة المصرية، الفترة بتاعت بطولة كأس العرب لما بدأتوا تضموا لعيبة جديدة وكان من ضمنها عمر كمال عبد الواحد، كان إحساسك إن اللعيب ده اللي إحنا جايبينه جديد إنه هيكمل معانا في كأس العرب ويكمل في كأس الأمم الأفريقية ويكون أحد العناصر الأساسية في منتخب مصر؟ بص، إحنا النظرة الأولى والمتابعة انه لعيب كويس. بعد كده بينضم معانا وبيبتدي يتعامل معانا ويسمع افكارنا. طبعا في ناس بتكمل وفي ناس بعدت، لو هتلاقي في ناس بعدت من الـ من الـ من البطوله من بعد البطوله دي او من بعد المعسكر ده. وفي ناس بتمسك فيها بايديها واسنانها وتستفيد بشكل كويس جدا، وعقليته بقى هي اللي بتخليه يا اما يبعد بنفسه يا اما يكمل. عمر من ضمن الناس دي، امام كان من ضمن الناس دي، فتوح اكرم كان برضو في بدايته، ناس كتير، مهند، مروان حمدي، كان في ناس كتيره يعني.